عليكم كبير الحبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دوزتوا الاجواء ديال عيد الاضحى؟ نتمنى تكونوا قضيتوا اجمل اوقات مع العائله والاصدقاء طبعاً الحال. حبيبات ديالي، اليوم جيت لكم بواحد الاكله كيتونيه وزوينه وسامبل وسهله. اليوم جيت لكم سلطان السمك. كتعرفوا شكون هو سلطان السمك؟ هو السردين، سيدي مولاي السردين. لا غلا لا مسكين، الحوت ديال الجماهير الشعبيه. اذا انا اليوم جاتني الشهوه ديال كويرات ديال السردين بواحد الطريقه كيتونيه، قلت علاش ما نديرش انا كويرات ديال 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 السردين ونديرهم بطريقه كيتونيه وناكلهم نتبرع بهم. جاوني في شهيوتي، علاش لا، ما نحرمش راسي. وحبيباتي، كيلو ديال السردين خليت منه 9 الحبات، والتباقي طحنته حيت له الجلده كيف القاعده. كلشي العيانه تبارك الله عليهم كيعرفوا يصايبوا السردين، يقشروه ويحيدوا العظم والمصيرنات والرويس ويقشروه ويخليو فيه سميتو الشويكات. وطبيعه الحال كنطحنوه في الطحانه نتاع اليد نتاع 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 الانسيان الحبيبه ديالنا. عاش المسكين. ايوا حبيباتي، شنو كنحتاجو في المقادير؟ يلا زيدوا تشوفوا معايا المقادير. المقادير حبيباتي شنو عندنا؟ انا اليوم غادي ندير فيه واحد القريعه خضراء محكوكه. ها نتوما حكيتها خضراء طبيعه الحال من بعد ما تغسل وتحك شويه طنجره، غير شويه القشيره نجروها بالموس هكذا خفيف ونعصروها من الماء. راه كتشوفوا راني راها معصره، شفتوها خبيزه. عصرتها مزيان من الماء، وعندي شي كوميشان ديال الزيتون محمض ودقدقته صغير خضر. وهنا عندي القزبور والعدنوس، ولكن غلبت القزبور لان السردين كيعجبو القزبور، بيني وبينكم الحوت هو القزبور. وعندي واحد نص عصير حامضه، غير شويه يعني ابوبخي معلقه صغيره ونص الزيت البلديه طبيعه الحال، والمليحه ديالي الورديه ما احلاها مليحه هيمالايا، وشويه الكويمينه كمون، وعندي القشره الحامض حتى هي قشره الحامضه صغيره اولا ليمونه صغيره. وهنا عندي نص معلقه ديال الزعتر وزعتره يابسين، غادي نحكهم بين يديا ونزيدهم. عندي توابل ديال السمك اللي كتباع معدله، ولا بغيتو تصايبوها لراسكم صايبوها، انا كنصايبها لراسي. عندنا معلقه صغيره ديال زريعة القزبور يابس مدقوقة على اليد البنات، انا ما كنثقش داكشي اللي كيتباع مدقوق نقول لكم الصراحة. عندي تويمة مدقوقة على اليد طبيعة الحال بالمليحة كيف قلت لكم، والزيت البلدية ديروها البنات وجربوها، واحد المذاق كيولي عندها غزال، حيت كديرها في الكونجيلاتور ما كتقصاحش كتقرطي الطبا، يعني فاسيلمون تحيديها، ماشي بحال اللي كتبقى هكا داك حجرة، حيت الزيت البلدية كتردها مو. وعندي طبيعه الحال لانني في الكيتوني خصني الموتزاريلا، الموتزاريلا هنايا عندي شادي نقول لكم ما كنعبرش، انا كندير عيني ميزاني حكيت شويه وصافي. يلا زيدوا نخرطوا ونعجنوا ونصايبوا الكريسات ديالنا. بسم الله بدينا وعلى الله توكلنا. شتي البنات، انا هذه ما غاديش نطيبها دابا، غادي نفوتها للكونجيلاتور عاد نطيبها كونجلي. دائما انا هادو اللي كنكون مكورهم كريسات كندوزهم دائما، سواء الكفته الدجاج اولا اللحم اولا اللي كانت كتعجبني ندوزها في الكونجيلاتور حيت كتقصح وكتولي مزيانه، وحتى لي باكتيري اللي كيكونوا في اللحم راكو عارفين بلا ما نقول لكم حتى هما كيموتوا بالجلد بالثلج، انا نقول لكم بالجلد. صافي البنات، ها هي الكفته ديالنا كيتونيه ديال السردين غزاله. تقليها ولا ديريها كويرات في الفور في الفران مع الخضيره، ولا ديريها مع لاصوص اللي بغيتي، اصلا فيها خضيره فيها القريعه وفيها الثومه وفيها كلشي. يلا حبيباتي غادي نكور ونرجع لكم. بغيت نقول لكم البنات، انا خورتها مزيان وغادي نزيد لها شويه السودانيه، كنت ما بغيتش ندير السودانيه وانا قلت ضروري شويه السودانيه لان الكويرات خصهم يجيو حارين باش تجي زوينه. وشوفوا البنات راني ما نكورهاش دابا، غادي نبيتها في الثلاجه حتى الغدا عاد نكورها ونديرها في الكونجيلاتور، وحتى تبات في الكونجيلاتور عاد نطيبها. اوكي حبيباتي، ها نتوما معايا ما تمشيو لاين. راه ما كنساكمش دائما حبيبات ديالي، انا كندير الحاجه اللي نديرها ولقيتها عمليه وعجباتني في المذاق وداكشي كنصورها لكم طبعا،
يعني ما تخافوش اللي ناكلها نوكلها لكم، ولكن زعما راه كتحمر الوجه كتجي غزاله، تقدري تقدميها حتى العائله ديالك. انسان ماشي حتى يكون عندنا الحوت الفخم والغالي غادي يمكننا نديرو دي بون بلا، لا نقدو نديرو دو بون بلا من اشياء بسيطه. ليسونسييل هو انني نكون انا مقتنعه فيه، وزايد هذه السردين راه عنده فائده، ما نقولكمش فائده كبيره، راه ما كتختفيش الفوائد ديال السردين على اي واحد منا، كلنا كنعرفوا الفوائد ديال السردين. السردين عنده الفوائد كثيره، وفيه الزيوت الطبيعيه غزاله، الفيتامينات اوميغا 3، يعني غني غني غني. راه قلت لكم هذا هو السلمون ديال ولاد الشعب، هو هذا السلمون ديالنا. اذا حبيباتي انا قدمت لكم اليوم وجبه زوينه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونهار حبيباتي نديرها في لو بلان طيبها، غادي ندير لها فيديو كذلك ومثال. يلا حبيباتي مع السلامه، ما تنساوش دوروا في بابي في الميكا اليمونتير مزيان على هذا التقويم، ما سخيتش بكم، ديروا من هاد الفصاد وهاد الفصاد باش ما يدخلش النفس الهواء الاكل ديالكم، حيت يكون في الكونجيلاتور باش تكون اكثر صحيه، ولا تدخلوهم في دوك لي بلاستيك اللي كيتشدوا لي زيب، هذوك مزيانين، نتوما لكم حريه الاختيار في طريقه الاستعمال، كل وحده كتعرف شنو كيف غدير تخبع المسائل ديالها في الثلاجه في الكونجيلاتور. يلا حبيباتي مع السلامه مره ثانيه، مع السلامه.